جديد مشاهدينا الكرام. دكتور سألتك قبل الفاصل بهجومك على وزير المالية دكتور نايف الحجرة، شنو السبب؟ دائما كثير تنتقده يعني. طبعا كانت بداية خلافي مع الوزير نايف الحجرة حول قانون التأمينات الاجتماعية، ابتداء عندما قدم بيانات غير صحيحة وغير سليمة إلى مجلس الأمة، ومجلس الأمة احتكم إلى شركة محايدة، أثبتت هذه الشركة المحايدة بعدم صحة البيانات التي قدمتها التأمينات الاجتماعية. نعم. فأنا طالبت بالنواب بأن يصعدون وزير نايف الحجرة في المنصة بتهمة تضليل نواب مجلس أمة، قدم بيانات كذبتها الشركة المحايدة، ألا يستحق هذا مساءلة الوزير؟ ولكن أيضا كنت ضد قانون التأمينات المؤخرا، لأني أطالب به قانون بمزيد من الحقوق لأهل الكويت وبمزيد من الضمانات ومزيد من المميزات. ومع ذلك نايف الوزير نايف حجرف قاعد يجتمع مع نواب في ندوات مختلفة، وقاعد أسمع ترهات وهجوم شخصي على شخصي أنا من قبل النواب، وكونه هو بمعية النواب ويتم الهجوم عليه بهذه الطريقة، وحتى بعضهم يهاجمونك أنت وهم بمعية الوزير نايف حجرف، وحتى الوزير نايف حجرف قال بعض الكلمات غير مقبولة منه. قال عليك نأتي. أنت؟ أي نعم. هناك نأتي في قانون، يعني شو مشكلتي مع نايف حجرف؟ ترى ما عندي مشكلة شخصية، بس نايف حجرف هو عنده مشكلة. عندما يأتي نايف حجرف في تصريح، شو يقول في تصريح؟ يقول الخليجيون والعرب يسألوننا متى يتم تطبيق الضريبة بالكويت. أوكي. يا سلام عليك، حكومة تتمعن في استفزاز الشعب الكويتي. يسألون يعني تسألون يعني. ليش ما سألوا متى توقف الفساد في الكويت؟ ليش ما قالوا متى تبدأ التنمية بالكويت؟ ليش ما قالوا الشوارع متى تتعدل بالكويت؟ ليش هذه التصريحات الاستفزازية من الوزراء يعاندون الشعب؟ ليش يستفزونه؟ ليش؟ نحن في قضية زي ما سألوك الدول متى تطبق ضريبة على التجار، انت لو طالب يا وزير مالية بفض ضرائب على التجار ثاني يوم يشيلونك، ما تجرأ أن توقع ضريبة على التجار، أتي تحكي على المواطنين بفرض ضريبة. وللأسف مو هذا أول تصريح ولا آخر تصريح استفزازي، حتى البعض حكومة تتبرع إلى دول بالخارج لإصلاح الطرق وشوارعنا مكسر محطمة، يعني شو المفارقات؟ لذلك أنا عندي خلاف حول أداءه أبدا، ما هو خلاف شخصي، مو خلاف شخصي، أبدا خلاف حول الأداء.